السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهاردة إن شاء الله معانا طقم ميلانين 38 قطعة، موديل ماليزي وليست صناعة ماليزية. ده طقم الميلانين زي ما حضراتكم شايفين 38 قطعة، في أشكال كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. الطقم بتاع النهاردة اللي معانا اللي هو الطقم التايجر، في تايجر أحمر وفي تايجر أسمر. هنفتح الطقم ونشوف عدده ومكوناته ومين اللي معانا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أطلع أي حاجة كده يا جماعة، لو لسه أول مرة تتفرجوا على القناة بتاعتنا ياريت تشتركوا فيها، عشان كل يوم هتلاقوا عندنا عرض مختلف، عروض عن الادوات المنزليه، اطقم حلل، اطقم ميلامين، اطقم سيراميك، اطقم صيني، اطقم كاسات، وادوات كهربائيه هتلاقي فيه مروحه، خلاط، حاجات زي كده، مكوه، حاجات كتير خالص عليها عروض وباسعار كويسه وان شاء الله في فيديوهات كتير للحاجات دي. اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تشوف كل حاجه موجوده، واهم حاجه تفعل الجرس علشان يوصل لك اشعار بكل فيديو ننزله. ده أول طبق زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا الصناعة بتاعته مصري، هفرد لحضراتكم الطقم ومكوناته. كل طقم موجود منه، كل مقاس موجود منه 6. كل مقاس 6 قطع منه زي ما حضراتكم شايفين. الوانات مبهجة، الوانات جديدة، مع سعر بقى يا جماعة، سعر ولا في الاحلام. هتتصدموا في اخر الفيديو لما اقول لكم ده سعره كام. خليكم معايا لاخر الفيديو. جميل جدا الطقم. صينيه كمان تنفع تقديم، شكلها كويس جدا، وفيها بروز من هنا شكل ورده، بس هي مش واضحه قوي عشان الطقم تايجر. لو الطقم ده، لو الطبق ده ساده كان زمان وبان، او مثلا لو ملونين الورده نفسها كان زمانها بان، بس هو في هنا حفره اهو بالورده. معانا كمان 6 طبسية من دي، وفي مقاس أصغر شوية زي ما حضراتكم شايفين 3 و3 6 برضه. طقمه كله 38 قطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا اللحتين، ودي اطباق صغيره ممكن نحط عليها كوبايه شاي مثلا، ممكن نحط عليها سكريه زي ما هم رسمين كده سكريه. تمام. ست اطباق المقاس الكبير ده،
في اقرب وقت هعمل لحضراتكم فيديو لطريقة مبتكرة جدا لرص الاطباق في النيش. في ناس بتحب ترص وتجدد في النيش بتاعها، هعرض لحضراتكم ان شاء الله في فيديو جاي طريقة رص الاطباق في النيش او في المطبخ. في ناس بتبقى عايزة تجدد كده وتغير شكل النيش وتغير شكل المطبخ، فبترص بطريقة مبتكرة ان شاء الله. في اقرب وقت هعمل لحضراتكم فيديو. شايفين ده الطقم كله اهوت، انا كده فردته عشان الطقم يبان. دي المكونات بتاعته، الاطباق كلها كل مقاس موجود منه 6. طقم جميل جدا يا جماعة وعملي مكون من الصدمات، وكمان سعره على قد الإيد. زي ما حضراتكم شايفين كده، كمان موجود عندنا اللون الأحمر بتاعه زي ما هو في العرض كده. سعر الطقم ده يا جماعة 395 جنيه، 395 وبس. إن شاء الله عندنا توصيل لجميع المحافظات. لو عجب حضرتك الطقم وحابب انك انت تطلبه، او في اي منتج على القناة حضرتك عايزه ممكن تطلبه واتساب على الرقم ده 031-4099713. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة عن طقم الميلانين. الطقم ده سعره 395 جنيه، 395 جنيه. طب في اقل من كده؟ اه في، موجودة عندنا ان شاء الله، عندنا ان شاء الله اقل من كده، في حاجات اقل من كده وفي اعلى من كده، بس ده خير الامور الوسط، في حاجات اقل وفي حاجات اعلى. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجب حضراتكم. ما تنسوناش بقى في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد في روزلاند. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.